السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة في القطاع. وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. كمان بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، واتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع ملخص لأبرز الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات. كمان الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. وزارة الداخلية وزعت المساعدات على السيدات المعيلات في جنوب سيناء. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد الأنشطة التدريبية اللي بتنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، وأظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالي والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة. امبارح وفي إطار نشر الوعي الثقافي والوطني نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي بنها والفيوم لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات اللي بتواجه الشباب والدور اللي بتقوم بيه الدولة في مختلف القطاعات. خلال الندوتين قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم بحضور محافظي القليوبية والفيوم، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصري العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. امبارح واستمراراً لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني اللي بتقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقاً لمسؤولياتها الاجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. تأتي الزيارة انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودعماً للجهود اللي بتبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية اللي بتقدم خدماتها لأبناء الشعب المصري. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، واطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة جنوب سيناء لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. امبارح التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. شهد اللقاء متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ ضمن برنامج نوفي اللي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.